فاجعة هزت بلاد الأرز. ناس من مناطق مختلفة في عكار احترقوا أحياء أو تناثروا أشلاء إثر انفجار خزان للوقود في منطقة عكار شمال لبنان، وتسبب في مقتل العديد من الأشخاص وأكثر من 70 جريح. الكويت تستجيب وتلبي النداء الإنساني، حيث تم تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات أشرف على عملية إجلاء 6 مصابين من الجمهورية اللبنانية إلى مركز سعود البابطين. تم تشكيل فريق طبي لإجلاء المصابين من جمهورية لبنان الشقيقة. يتكون الفريق من طبيب تجميل وحروق وترميم، ويتكون من أطباء وفنيين تخدير وعناية مركزة، ويتكون من هيئة تمريضية، ويتكون أيضا من فنيين إسعاف. تم إجلاء المرضى إلى الطائرة وتم عمل اللازم لاستقرار حالتهم. بعد ذلك وصلنا الكويت بتاريخ 23/8 يوم الاثنين، وتم إجلاء المرضى مباشرة من مطار الكويت الدولي إلى مركز سعود البابطين، حيث تم إجراء التدخلات اللازمة. جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وخلال الأيام القليلة القادمة ستجرى عمليات جراحية لـ3 مصابين، ومعظم الحروق من الدرجة الثالثة والعميقة بنسبة تتراوح ما بين 20-60% تحتاج إلى تدخل جراحي. الحروق معظمها من الدرجة الثالثة، الدرجة العميقة اللي تحتاج عمليات. بالأيام القادمة مثل ما ذكرت لك راح نجري 3 عمليات. العمليات تتكون من إزالة الجلد الميت والالتهابات، ووضع ترقيع جلدي أو استخدام أنواع أخرى من الغيارات، إلى غاية ما الجروح تكون مناسبة وملائمة لإجراء الترقيع الجلدي. الحمد لله يعني حالتهم يعني ثابتة إلى حد ما. طبعا محتاجين عمليات كتير، إن شاء الله بالتدريج وبالتجهيز للعمليات اللي هتحصل النتائج تبقى يعني جيدة. بقية المصابين ستجرى لهم عمليات جراحية بعد تقييم حالتهم الصحية من قبل الفريق الطبي إذا استدعى الأمر. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.